حديث السمع والطاعة من كتمها أيضا، أو من أساليب الإخوان المسلمين كتمها. بعض الناس يشيب ويموت ويدفن وهو ما عرف شيء من أحاديث السمع والطاعة، وهذا شيء مجرب. أحاديث السمع والطاعة أفرد لها أهل العلم في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن أبواب خاصة، حتى البخاري صنف في كتابه الصحيح كتاب الفتن، ثم جاء بأحاديث السمع والطاعة كلها تحت هذا الباب أو تحت هذا الكتاب، مما يدل على أن من خالف هذه الأحاديث أحاديث السمع والطاعة فقد وقع في الفتن. هذا من فقه البخاري، الفقه في تبويبه رحمه الله. صحيح مسلم كتاب الأمارة كل أحاديث السمع والطاعة فيه، والمصيبة أنها لا تدرس في مساجدنا إلا ما ندر وبعضها على استحياء، بل بعضهم يأتي يفسر آيات السمع والطاعة وطاعة الحاكم في القرآن كما في قوله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نعم تجب طاعة الأمير العادل المسلم العادل. ماذا تفهمون من هذا التفسير؟ يقول: نعم تجب طاعة الحاكم المسلم العادل، يعني الغير عادل ما تجوز طاعته. هذا مذهب الخوارج، نحن نطيع الحكام في المعروف ولو كانوا أهل فجور ولو كانوا أهل ظلم، بل هذا الإجماع عند السلف أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر، إجماع. وهذا يأتي يقول لك الحاكم العادل المسلم، يعني غير العادل لا تسمع له. والمشكلة هذا الكتاب طبع ووزع في كثير من المساجد، والحمد لله أنه يعني تم استبعاده، لكن انظر كيف يدس مثل هذه العبارات لشبابنا وتنشر.